حصريا نكشف كيف تتجسس ألعاب الأطفال على حياتك الخاصة، وهل أصبحت خصوصيتنا مهددة عن طريق هذه الألعاب؟ السن مغرقة الدنيا بعرايس وفوانيس رمضان وعاملة حاجات كتيرة، يعني سمعت عنها على النت وكده. سمعتش عنها. لعبة جاية من الصين، بتكلم الطفل يكلمها وترد عليه ويتكلم وترد عليه. بالتكنولوجيا بالكمبيوتر دلوقتي، يعني ايه يعني ما زي الرجل الآلي اللي هيعملوه امريكا هتعمله، يعني متسيستمة على انها ترد عليك على اي حاجة انت تقولها. السيستم بيبقى فيها اصلا، يعني ما اعتقدش ان هم ممكن يقدروا يحصروا كل الاسئلة. طبعا اكيد اكيد، من البطارية زي التليفون، جهاز ارسال، جهاز حاجة متعلقة بكده، اكيد بحجارة، يعني مش عارف. طبعا اكيد من خلال الانترنت. ممكن برضو، ليه لا، يعني انا ما اعرفش بقى الخاصيه بالذات ازاي، بس اكيد هي يعني تكنولوجيا حديثه، يعني ممكن نت اكيد طبعا، متصله بالانترنت، ودي طبعا لها خطوره على قدرات الطفل وهو لسه في بدايه الطفوله. لو واصله بالانترنت ممكن، فلازم نحرص برضو، لازم الدوله تخلي بالها من حاجات زي كده. اي حاجه فيها انترنت سهله قوي، صاحب الانترنت يتجسس عليها. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. ممكن تخترق. ده بيحصل، انا بسمع كتير ان الناس كمان بتخترق حسابات البنوك. طبعا اكيد، امال هي هترد عليك بناء عن ايه؟ بني ادم في روح؟ ما لو الا اذا لو فيها روح بقى هترد. هي ممكن تخترق. بلما توصل بالانترنت ممكن تخترق اكيد، اللي مبرمج حاجه زي كده حاطط فيها ثغره ان هو يقدر يتجسس على الناس دي. اجهزه مراقبه الاطفال المتصله بالانترنت معرضه للاختراقات. الأجهزة الغير مؤمنة والمتصلة بالإنترنت أصبحت تثير الرعب. دمى الأطفال أصبحت متصلة بالإنترنت لتتحدث مع أطفالك. باحث في أمن المعلومات يخترق دمية للأطفال. باحثون يحذرون من اختراق كاميرات الأطفال المتصلة بالإنترنت. أهلا بكم في حلقة جديدة من تيك توك. إحنا عايشين حاليا في عصر كل حاجة فيه بقت كونكتد. يعني ايه كونكتد؟ كونكتد يعني متصلة بالانترنت بشكل او باخر. مش لازم تكون حضرتك اساسا عارف انها متصلة بالانترنت، لكن اغلب الاجهزة الحديثة بقى فيه طريقة او اكتر لتوصيلها بالانترنت، ده غير الاجهزة اللي اساسا متصممة في الاصل علشان تبقى متصلة دايما بالانترنت. اسهل مثال ممكن يوصل لحضرتك الفكرة هو التليفونات الذكية او السمارت فونز. زمان كان التليفون المحمول مجرد تليفون، واخرك كنت ممكن تلعب عليه العاب بسيطة، لكن دلوقتي الموضوع اتطور بشكل رهيب لدرجة ان التليفونات بقت قدراتها زي قدرات الكمبيوتر بالظبط. مش بس كده، السمارت فونز والتابلتس والاجهزة المحمولة كلها بقت دايما متصلة بالانترنت، وده في حد ذاته عمل ثورة كبيرة في الاتصال بالانترنت. هتقولي وايه علاقة التليفونات بالثورة الكبيرة اللي بتحصل على الانترنت؟ سؤال وجيه، بس عشان نجاوب عليه لازم حضرتك تعرف ان الاجهزة المحمولة مش هي السبب بشكل مباشر، لكن تطبيقاتها او الابليكيشنز الخاصة بيها هي السبب في ثورة اتصال كل شيء بالانترنت. لسه مش واضحة صح؟ نوضح اكتر. لو كل جهاز متصل بالانترنت ليه ابليكيشن على الموبايل بتاعك، ايه اللي هيحصل؟ ببساطة كده هيبقى فكرة توصيل الاجهزة دي ببعضها عن طريق الانترنت موضوع سهل جدا. يعني تخيل لو حضرتك بتتحكم في التكييف عن طريق الموبايل، وده موجود بالمناسبة. تخيل مثلا انك بتحكم في التلاجة عن طريق ابليكيشن على الموبايل، ده غير طبعا الاجهزة الطبية اللي منتشرة حاليا وممكن تتحكم فيها عن طريق ابليكيشن على الموبايل. تقدر كمان تقيس النبض ودرجة الحرارة وحاجات تانية كتير جدا، وصلت كمان للتحاليل الطبية عن طريق اجهزة ممكن تتوصل بالموبايل ويتم التحكم فيها برضو عن طريق ابليكيشنز. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه ثورة الموبايل ابليكيشنز، واللي هتخليك تتحكم في كل حاجة عن طريق الموبايل. ده طبعا عمل ثورة في تصميم كل حاجة، حتى المنازل الذكية او السمارت هومز، واللي فيها اجهزة وسنسورز تقدر تتحكم فيها عن طريق ابليكيشنز على الموبايل او التاب. تقدر تتحكم في حركة الستائر والإضاءة والمية والكهرباء والتكييف وكل ما تتخيله وما لا تتخيله، ودي في حد ذاتها ثورة كبيرة جدا. بس كل ده معناه ان الحاجات دي كلها متصلة بالانترنت، بالذات لو هتتحكم فيها عن بعد وانت مش موجود في البيت او في المكان اللي فيه الجهاز. ده بقى عمل لنا ثورة اسمها ثورة انترنت الاشياء او انترنت اوف ثينجز، ودي معناها ان عدد كبير جدا من الاجهزة الالكترونية هيبقى متصل بالانترنت او باجهزة تانية عن طريق الانترنت. الإحصائيات بتقول إن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت هيوصل لخمسين بليون جهاز حوالين العالم، وده معناه تقريباً 6 أجهزة إلكترونية لكل إنسان موجود على الأرض. أنت متخيل الرقم ده عامل إزاي؟ أنت دلوقتي لو عديت بس الأجهزة اللي في بيتك ومتوصلة بالإنترنت، أنا متأكد إنها هتزيد عن الرقم ده بكتير.
كل الأجهزة دي فيها سنسورز بتنقل بيانات للإنترنت، سواء بياناتك الشخصية أو بيانات البيئة المحيطة حوالين الأجهزة دي، وكل ده بيتخزن في أجهزة أو مراكز بيانات ضخمة عند الشركات المصنعة للتطبيقات اللي موجودة على الأجهزة دي. من الآخر، الأجهزة دي كلها بقت أجهزة ذكية تقدر كمان تتواصل مع بعضها من غير ما حضرتك تتدخل أساساً في الموضوع. خلينا أديلك مثال بسيط عشان تعرف أنا قصدي إيه بموضوع الأجهزة الذكية. شايف الراجل اللي راكب العجلة ده؟ تخيل لو حصلت له حادثة في الطريق، إيه اللي ممكن يحصل؟ أكيد هيفضل مرمي في الشارع لغاية ما حد يشوفه ويبلغ الإسعاف، وحلني بقى على ما الإسعاف يجي يوديه المستشفى. تخيل الراجل ده لو لابس ساعة ذكية أو سمارت ووتش فيها موبايل أبليكيشنز، البرامج دي متصلة بالموبايل بتاع الراجل وكمان متصلة بالجي بي إس عن طريق القمر الصناعي. لو الراجل ده وقع على الأرض، الساعة هتبعت إحداثيات المكان اللي حصلت فيه الحادثة لأقرب مركز طوارئ للإسعاف، واللي بدوره هيستخدم التكنولوجيا برضو علشان يوصل للراجل ده في أسرع وقت ممكن. زي ما شفت كده، ده المقصود بالأجهزة الذكية أو السمارت ديفايسز اللي ممكن تتواصل مع بعضها حتى من غير أي تدخل مباشر من حضرتك. بالمناسبة، التكنولوجيا دي وغيرها مش خيال وموجودة دلوقتي وأي حد ممكن يستخدمها، بس هي المشكلة بقى مين اللي هيستخدمها ويستخدمها إزاي؟ ده غير الشوارع الجميلة بتاعتنا والزحمة اللي ملاش أول من آخر، ولا شبكات الإنترنت والموبايل المتطورة تطور رهيب يا أخي. يعني إذا كانت البنية التحتية للاتصالات في مصر مش مستحملة ناس بتعمل داونلود، ولا مستحملة موبايلز وتابلتس بتدخل على الإنترنت، السؤال بقى هتستحمل التطور السريع في الأجهزة الذكية دي إزاي؟ وما تقوليش ما إحنا ما عندناش التكنولوجيا دي. ساعتها نضطر نسأل المسؤولين عن الاتصالات في مصر، هو حضراتكم كنتم متوقعين عدد الناس اللي هيبقى معاهم سمارت فونز وتابلتس في مصر؟ طب كنتم متوقعين عدد الناس اللي هتتصل بالإنترنت؟ لو كنتم متوقعين تبقى كارثة لأنكم ما عملتوش حسابكم، ولما كنتوش متوقعين وده الواضح تبقى المصيبة أكبره. ما علينا، ده موضوع أصلا محتاج حلقة لوحده. نرجع تاني للإنترنت وحكاية الأجهزة اللي متصلة بيه. إحنا دلوقتي عرفنا إن كل حاجة تقريبا بقت متصلة بالإنترنت بشكل أو بآخر، ولسه اللي جاي مدهش، لكن محدش خد باله إن حتى منتجات الأطفال بقت متصلة بالإنترنت. هتقولي إزاي؟ ده كلام برضو، يعني إيه منتجات الأطفال متصلة بالإنترنت؟ يعني الشركات دلوقتي بقت بتتسابق عشان تعمل منتجات للأطفال متصلة بالإنترنت وليها أبليكيشنز على الموبايل ديفايسز علشان يقدر الأهل مثلا يراقبوا ولادهم أو ياخدوا بالهم منهم عن بعد وهم مش موجودين في البيت. تعال نشوف مع بعض الاختراع ده. And this is the revised version of the Momoreal. So new to 2015, we have an app that remote controls from your tablet or smartphone the different motions, speeds and sounds of the Momoreal. ايه رايك في الهزازه بتاعت البيبي دي؟ شيء جميل وشكلها ظريف وبتشتغل اوتوماتيك. هتقول لي ايه الحلاوه دي؟ استنى بس، لسه ما قلتلكش على التقيل. دي سيادتك سمارت هزازه وسرير وكرسي في نفس الوقت، يعني بدل ما تشيل ابنك او بنتك الصغيره وتقعد تهز فيه كده علشان ينام، تقدر تستخدم الكرسي اللطيف ده وتتحكم فيه عن طريق الموبايل او التاب عن طريق ابلكيشن مخصوص. مش بس كده، تقدر كمان تشغل للطفل مزيكا وتتحكم في درجه الاهتزاز والاتجاهات وحاجات تانيه كتير. شايف الخيال؟ ناس رايقه. بس خد بالك، الجهاز متصل بالموبايل او التاب عن طريق ابلكيشن وعن طريق البلوتوث، يعني اتصال لاسلكي. خليك فاكر الجزئيه دي كويس. طبعا ده غير الكاميرات الحديثه اللي ممكن تستخدمها علشان تراقب الطفل عن بعد، وممكن تكون متصله بالموبايل او التاب عن طريق ابلكيشنز برضو وعن طريق الانترنت. في منها كاميرات متطوره جدا تقدر تتحكم فيها وانت مش في البيت، وبتنقل صوت وصوره، وتقدر تركبها في اي مكان حتى في سرير الطفل. كل دي بقى تقنيات لطيفة وبتسهل حاجات كتير جدا، وممكن توفر حماية كمان بالذات لو مش موجود جنب أطفالك، لكن كل تكنولوجيا ليها مشاكلها. تخيل بقى لو حد قدر يخترق الكاميرا دي، ايه اللي ممكن يحصل؟ تخيل كمان لو الهزازة بتاعت الطفل دي حد اخترق الابليكيشن بتاعها او اخترق الاتصال بينها وبين الموبايل، ايه اللي ممكن يحصل؟ خيال صح؟ بعد الفاصل هنشوف ازاي الهاكرز قدروا يتحكموا في الأجهزة دي، ومش بس كده، هنعرف كمان قصة ألعاب الأطفال اللي بتتجسس عليك من غير ما تاخد بالك. استنونا، ما تروحوش في اي حته. اهلا بيكم. قبل الفاصل قلنا ان حتى الاجهزه اللي ليها علاقه بالاطفال بقت اجهزه الكترونيه، وفي منها متصله بالانترنت والموبايل وبيتم التحكم فيها بابليكيشنز. ده طبيعي وجميل وبيسهل حاجات كتير جدا، بس في نفس الوقت بيفتح باب لمشاكل لا حصر لها. ليه بقى؟ اولا، كل ما التكنولوجيا بتتعقد بيبقى فيها اعدادات كتير جدا، وبتكتر الثغرات الامنيه اللي ممكن يستغلها الهاكرز او اي شخص سيء النيه عايز يخترق الاجهزه دي. الشيء الثاني هو ان العلم بيقول ان اي جهاز ليه اتصال مباشر بالانترنت ممكن اختراقه. يعني تخيل مثلا ان الكاميرا اللي حضرتك مركبها في البيت او في سرير طفلك علشان تاخد بالك منه وانت مش موجود في البيت، حد قرر انه يخترقها. هتقولي هو هيخترقها ازاي؟ يخترقها ازاي ده موضوع مش اي حد يعرف يعمله طبعا، بس لو انتوا فاكرين الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن السمارت تي فيز، هتعرفوا ان كل الحاجات المتصله بالانترنت ممكن تخترق، حتى التلفزيون اللي انت حاطه في اوضه النوم. بس زي ما قلت لك،
في أكتر من جزئية ممكن تخترق وتبقى سبب في تحكم الهاكر أو أي مجرم في الأجهزة دي. عندك الموبايل بتاع سيادتك نفسه لو عليه برامج تجسس أو فيروسات، عندك كمان الابليكيشنز اللي بتتحكم في الكاميرا لو تم اختراقه عن طريق ثغرات أمنية اكتشفها الهاكرز، والأهم بقى الاتصال المباشر ما بين الكاميرا والجهاز بالإنترنت. أي اتصال مباشر بالإنترنت ممكن يعرض الجهاز ده للاختراق بطرق كتيرة جدا. لو فاكر إننا بنتكلم على خيال علمي شوف الفيديو. Due at 5, several of the top internet-connected baby monitors lack basic security features, making them vulnerable to hackers. That's according to a new report from a cybersecurity firm. لسه مش مصدق؟ شوف الفيديو ده كمان. This cyber staring at this baby girl, their new infant child, asleep in her crib. How many hours has he spent watching the baby sleeping, seeing mommy give the baby baths, changing its diapers, rocking it, nursing it, all of this going down, learned from the baby monitor. I didn't even realize it's possible to break in and hack a baby monitor. To Melissa Neely, anchor with News Radio WLW. Melissa, what happened? Well, Adam and Heather were jolted out of their sleep in the middle of the night by this insane man screaming, "Wake up, baby," from their 10-month-old daughter's bedroom. She checked her baby video monitor and it was moving erratically. Her husband Adam rushed into their baby girl's room to see the monitor turn towards him, and the man started yelling profanities at Adam. شفت بنفسك أجهزة مراقبة الأطفال اللي فيها كاميرات تم اختراقها عن طريق هاكرز قدروا يحركوا الكاميرات ناحية الطفل وياخدوا صور للطفل بكل سهولة. لا والأهم بقى أن الهاكر قدر كمان يخوف الطفل عن طريق صوت مزعج بيظهر من الميكروفون بتاع الجهاز عشان يصحي الطفل. تخيل أنت نايم كده في أوضتك وسمعت صوت من أوضة طفلك بيقول له اصحى يالا، ساعتها طبعا هتقول ده عفريت ده ولا خزعبلات. بس الحقيقة أن الأجهزة دي طول ما هي متصلة بالإنترنت خصوصيتك في خطر، لو ما كانش من الهاكر فمن الشركات اللي بتصنع الأجهزة دي. يعني أنت مثلا عارف إيه اللي البرامج بتاعت الأجهزة دي بتجمعه عنك؟ ولا الهوا طبعا. يعني لو الكاميرا دي بتصور حضرتك بقى وانت داخلة تغيري للبيبي بالليل وفجأة تلاقي صورك منتشرة على الإنترنت، هيبقى إيه الوضع؟ لو فاكر إن ده خيال شوف الفضيحة دي. One family found a hard way that even a baby monitor can be used to infiltrate privacy. The Rochester, Minnesota family found images of their baby from their high-tech wireless nanny cam were posted online without their consent. The pictures were put on a website that publishes hacked webcam footage from all over the world. ده شيء بيحصل كل يوم بالمناسبة عشان الناس مش مهتمة بتأمين الأجهزة دي كويس، لدرجة إن في ناس أساساً بتنسى تعمل باسورد أو كلمة سر قوية للأجهزة دي، وده في الغالب بيبقى سبب معظم مشاكل الاختراقات. نيجي بقى للمفاجأة الأكبر اللي ناس كتير ممكن ما تكونش تعرفها. في عروسة لعبة في منها أكتر من براند بالمناسبة علشان ما نبقاش بنتكلم على شركة بعينها. العروسة دي متصلة بالإنترنت عن طريق الواي فاي، مش بس كده، دي بتقدر تتعرف على الأصوات وبتتكلم مع الأطفال، يعني الطفل يسألها سؤال وهي ترد عليه بالإجابة. العروسة بتسجل الصوت وتبعته عن طريق الإنترنت للسيرفر بتاع الشركة اللي عاملة العروسة. السيرفر بقى عليه برامج بتتعرف على الأصوات وبتحضر الإجابة وتبعتها للعروسة، والعروسة ترد على الطفل كأنها بتتكلم معاه. الشركة اللي عاملة العروسة بتخزن على السيرفرز بتاعتها كل المحادثات اللي عملها الطفل قبل كده مع العروسة بكل الأسئلة اللي اتسألت بإجابتها. ده غير ان كل اللي الطفل بيقوله للعروسة ممكن العروسة تبعته اوتوماتيك للأب أو الأم على الإيميل أو عن طريق الابليكيشنز الخاصة بالعروسة واللي موجودة على الموبايل أو التاب. حاجة خيالية صح؟ تخيل ابنك او بنتك مع عروسة بيكلمها وبتكلمه وبيسألها وبترد عليه، لا وبيلعب معاها كمان وبتلعب معاه. الشركة اللي عاملة العروسة بتقول انهم عاملين restrictions، يعني قافلين الاسئلة والاجابات اللي مش مناسبة للاطفال، وكمان الكلمات الخارجة وغيرها من المواد اللي مش ملائمة للطفل. كل ده جميل، بس اللي ممكن ما تاخدش بالك منه ان العروسة دي تعتبر جهاز تجسس حضرتك شريب مزاجك وحطه في بيتك وسايبه مع اولادك. هتقولي ازاي؟ يعني ايه جهاز تجسس وهو اصلا لعبة اطفال؟ صحيح هي لعبة أطفال، بس كل التعقيدات التقنية اللي موجودة في العروسة دي مخليها جهاز تجسس بامتياز. لو خدت بالك احنا قلنا ان العروسة بتسجل الصوت وتبعته للسيرفر بتاع الشركة عن طريق الانترنت علشان يتعرف على السؤال ويبعت الإجابة للعروسة واللي بدورها هتقولها للطفل. السؤال بقى هنا، تخيل حضرتك كده بتتكلم مع المدام في موضوع مهم والأطفال بيلعبوا حواليك بالعروسة دي، أو تخيل نفسك بتتكلم في التليفون مع واحد صاحبك في موضوع سري جدا والعروسة دي جنبك أو في أي مكان قريب في البيت. إيه اللي يضمن إن الشركة ما بتتجسسش على كل اللي حضرتك بتقوله في البيت؟ خصوصا إن كل الأصوات دي بتتسجل أوتوماتيك عن طريق العروسة وتتبعت لسيرفر الشركة وبتحتفظ بيها علشان تقدر عن طريقه تعرف سلوكيات الطفل. ده غير كل الأسئلة اللي بيسألها الطفل وتقول لي جهاز تجسس إزاي يا راجل.
كل ده كوم بقى وقصة انها ممكن تخترق وتتجسس عليك انت واطفالك، ده موضوع تاني. زي ما قلنا اي حاجة فيها سوفت وير يعني برامج متصلة بالانترنت فرصة اختراقها كبيرة جدا. ولو مش مصدق تعال نشوف الراجل اللي اخترق العروسة دي بجد. Ken Munro, why have you hacked her and what are you trying to show? So she's an interactive doll. She uses the internet to answer questions and play games with the children. But with that comes a lot more opportunity to interfere with her operation. So let's see what happens next. Okay, so we've modified some of the commands that she speaks back and quite easily. Hello, Kayla. I'm in charge now. You might think I am just a sweet toy, but now I have been hacked, I can say all sorts of scary things. هتقولي وبعدين؟ ده مصيبة، يعني كل حاجة معرضة للاختراق طالما متصلة بالإنترنت وفيها سوفت وير وأبليكيشنز، يعني المفروض بقى ما نستخدمش التكنولوجيا خالص. لا طبعًا، أنا مش مع المثل اللي بيقولك من خاف سلم، لازم تستخدم التكنولوجيا بس بشروط. أولًا لازم تعرف كويس إيه مخاطر أي تكنولوجيا تستخدمها، يعني لازم تذاكر. تاني حاجة لازم تعرفها لما تستخدم التكنولوجيا دي هتعرف تحمي نفسك من أخطارها إزاي. إحنا كده كده رايحين لحقبة الأجهزة الذكية والمتصلة بالإنترنت، ده غير بقى الروبوتس اللي بقت متطورة بشكل لا تتخيله، وعندك كمان الذكاء الصناعي اللي بقى مبهر ومحتاج حلقات عشان نتكلم فيه. بس خليني أحكي لك حكاية جيبو. سمعت عن الروبوت ده قبل كده؟ جيبو ده روبوت اجتماعي وذكي ومتصل بالإنترنت، وهو مشروع متطور عملته باحثة في معهد MIT وأي حد ممكن يشتريه. ده بقى مش عروسة، ده مشكلة. تعال نشوف مع بعض. جيبو، take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator. Through interactive applications, Jibo can teach. Let me in, or else I'll... Ha! And I'll... Ha! And I'll blow your house in! Hey, where'd you go? There you are. إيه رأيك؟ المستقبل شكله مرعب. أنا متوقع أننا مش هنلحق نخلص من السوشيال ميديا وفجأة هتلاقي سوشيال روبوتس، مش بعيد تلاقي الاثنين بقوا واحد. استنونا في حلقة جديدة وعلى تيك توك على القاهرة والناس.